حجي حسن، حجي حسن، هاي اليوم يعني ايش قد نشكر الله، اليوم انتم المجاهدين ومجتمعين هاي الجمعه بمدينه المجاهدين. شوف يا عصارة الدار، صدام حسين يلبسها الآن رجعت فيها الحياة. سمعت الشهيد هذا يا هور ورا نفسه هذا كله يسمى هور الحمار، لكن انا هور الشهود مرتبه بالقدس. نعم الامتداد الى هور الحمار يعني جغرافيا. اي الامتداد الى هور الحمار. زين من الجهه الاخرى من الشارع هم ماكو هور من هناك؟ هذا من هنا تجري. نعم بعد ذاك المكان فرات، يعني هذه يعني ورا هاي البيوت اكو هم هور ثاني؟ فرات. نعم يعني هنا تحمل المعنيه الهور النهر، النهر تجري. نعم نهر الفرات بعد هاي البيوت. نعم نهر الفرات هاي البلاطه كلها سنه 88 ان شاء الله اغلقت، البيوت جميع اللي تشوفها كلها اغلقت، يعني الماي هذا وصل الى مستوى السطوح. كل الناس في 88 صاروا على ضفاف النهر، الله مات على ضفاف النهر. بعدين صدام حسين ورا تلك السنين جفف هاي الاهوال من اجل القبض على المجاهدين. نعم تحولت هذه الارض، والارض اللي على ضفاف الفرات تحولت من اهوار الى اشجار كان يسموها الزورة، وكانوا يبكون من خلال هاي الاشجار. زين سيدنا انت احد المجاهدين واللي منتقلين سياسيين، يعني ايش تعني لك اليوم هاي الجمعه من الشبه الزوال الطاغية؟ الحمد لله اشكر، ويجتمعون على اقل مناسبه وعلى احلى مناسبه ويجتمعون ويتعنون، ايش تعني لك؟ هاي تعني صراحه تعني الوطن الحياه كل شيء. تعني انا اشوف هاي الابطال اللي شالوا وجه الطاغيه الان اجوا وقفوا بهاي المكان
جاي يخاطبون الطاغية ومثلك ثلاثة من هذا المكان انتصر هاي الأخضر اللي جفت الطاغية عادت وعادت الأسماك وعادت الحياة من جديد. ابو غزال اخوي الله يساعدك حج ناظم، انت اليوم زحمناك كثيرا اليوم، لكن انت ايش تحسب اليوم؟ احنا جيناك زحمناك، انت شنو شعورك نجينا وكلفناك هاي التكلفه اليوم؟ والله العظيم شرف جيد اليوم بلاء الحسن. نعم من الكرم والله اي وقت حجي مهدي تاي اول جاي هنا للجوايش شايفه من الافلام. نعم بس اول مره اوصل هالمنطقه وان شاء الله يعم الخير على هاي المنطقه ويرجع لهم حلالهم وفرحتهم. يعني هم هاي الامور تشوف هل ممكن يحصل لي دوب اخذ خبزات تحليل فبعد هاي ارض الطبيعه هاي الله انفاق هاي البركه اللي قاعد نشوفها. هي دعوه للحكومه يا حاج مهدي، دعوه للحكومه اللي تهتم بهذه المرافق السياحيه، المرافق هي نحن جزاب التراث العالمي. وين التراث العالمي؟ خليش ما يبيني بس حكي. يعني والله انا رحت تركيا شفت مناطق اقل من هذا الجمال لكن مرتبيها عمل هاي سالفه فوق، اعداد زواري